قلت تذكرتي الحلقه اللي تكلمنا على غسل الجسم. نعم اخراج السم. الكلينس الكلينس ديتوكسيفيكاسيون اللي تكلمنا على الكلينس. كنا تكلمنا على الخضار الطازجه. والكلينس اول عضو كيستافد من غسل الجسم ماشي الجهاز الهضمي هو الكبد. نعم جيد. يعني حتى المراره كتخوى من الحجر ملي كنديروا كنعملوا كلينس. فهاد المواد الطازجه اللي عندنا في المغرب المواد اكثر من 50% ديال الخضر ممكن تكل طازج. نعم. حتى بطاطا القصبيه ممكن تكل طازج ولكن الناس ما كيعرفوهاش. نعم. اللي عندنا بطاطا الحلوه كتكل طازج. نعم. عندنا الباربه كتكل طازج. نعم. عندنا الفجل كيتكل طازج. عندنا البسباس كيتكل طازج. عندنا الخرشوف كانوا كياكلوه الناس طازج. نعم. الخيار الخيار كيتكل طازج. الفقوس كيتكل طازج. البصل اللي يؤكل طازج. يعني كل الاشياء التي تؤكل طازجه هي اشياء تقوي الكبد. لماذا؟ لانها مصدر الانزيمات. جيد. وإذا كانت الأوكسيداز والكاتالاز في هذه الأغذية كلها فيها الكاتالاز والأوكسيداز. نعم. إذا كانوا الأنزيمات في هذه المسائل هذه الكبد كيكون مرتاح. علاش؟ لأن غادي يرتاح من الستريس أوكسيداتيف. الأوكسيداتيف ستريس ما غاديش يكون. ملي ما يكونش الأوكسيداتيف ستريس غادي يكون جيد. ملي كنتكلموا على الخضر والفواكه كنتكلموا على أشياء طبيعية. نعم. المستمع الكريم يعرف هذه القضية هذه. أشياء طبيعية كيف ما كان الحال إذا تغسلت الخضرة مزيان، إذا تغسلت مزيان وتنظفت مزيان كذا كنقصوا منها واحد الكمية كبيرة اللي كتكون ملتصقة بها. نعم. اما بداخل الخضر ما كتكونش امور كثيره اللي من جمله النيترات اللي كنا تكلمنا عليها والاشياء هذه ما ماشي يعني ليس هناك اي خطر. ما بقاش الناس يخافوا من هذه الاشياء هذه. غير اذا كانت مسقيه بمياه عذمه غادي تكون ملتصقه بها واحد المعادن الثقيله وبعض المواد السامه طبعا. وهذه المياه العذمه هي من المفروض ما تسقاش الخضره بالمياه العذمه. نعم. لكن الناس اوروبا كتهضر على الضمير، نحن نتكلم عن تقوى الله. نعم. تقوى الله احسن. اتقوا الله لان كاين بعض مع الاسف بعض مالكين انتاج قليل اللي كيدير المياه العذمه، انتاج قليل يعني ماشي كثير خير ان شاء الله. فهذا النظام هو اللي كنا كنتكلموا على الخضر الطازجه وعلى الفواكه. الخضر والفواكه وكل ما هو نباتي جيد. هو جيد لهذا. وبعض الاشياء اللي قويه بالنسبه لهذا اللي هو الزعفران. زعفران شعره، زعفران الحر اللي عندنا في المغرب. واللي هي الكركم. الكركم خرقوم البلدي. واللي هي الخرشوف. واكثر من ذلك البذور ديال الخرشوف. والقوقد الخرشوف هذه يعني كاين الخرشوف خضره اوراق هذو اللي جذور راس ديال الخرشوف هذا. الخرشوف الا تكال خضر لا تكال طازج. الجدر ديالو يتقشر ويتغسل ويتنقى مزيان ويتطحن مع الماء يتشرب. هذا الخرشوف في ماده السينارين والسيليمارين. وماده السيليمارين هي الان تباع علينا في امريكا. عندهم ليزامبول كيتباع دابا بعد الزجاجات فيهم هذا السيليمارين. يعني كيسهلوا على المستهلك السيليمارين كيشربوهم. علاش؟ لان عليهم ما عندهم صناعه وما غاديش الامريكي يمشي للحق يقلب على الخرشوف. ولكن عندنا في المغرب عندنا الخرشوف. كاين الخرشوف موجود. يعني الخضره دابا ديال راه من شهر اكتوبر حتى لشهر افريل وحنا كناكلوا خرشوف. كاين في المغرب علينا ما شاء الله. هذاك الجدر ديالو مع النساء كيشدوا ذاك الراس ديالو كيحيدوا ذاك الجدر يرميوه. بالعكس هذاك الجدر فيه السيليمارين اكثر من الاوراق. والسيليمارين اللي كاينه في البذور ديالو في القوقه اذا تكال طازجه طبعا هي السيليمارين ما كتاثرش فيها الحراره ماشي مشكل. حتى ولو خيطه هو خيطه يطيب. لكن اذا كان هذيك الخرشوف نعم الجذر ديالو يتطحن مع الماء كخضره كعصير ويتكال ماشي عشبه كخضره ليس هناك اي مشكل. اللي لقى جذر الخرشوف يطحنوا مع المشرب، اللي ما لقاش ريحه الخرشوف جيد يتكال طازج، اللي يعني ملي كيفوت الموسم ديال الخرشوف اوراق ياخذ الخرشوف القوقه هذه يعني هذه الرؤوس ديالها النواره هي سميتوه هذه. ومن الاحسن يزولوا لي هذاك الشوك الجانبي ثم تطحن كلها مع الماء وتشرب يكون احسن وتكال طازجه. الا كانوا الناس ياكلوها طازجه. وكاين كاع لي شاردون هذيك اللي كنسمى الشوك حمار واللي هذو كاع اللي عندها القوقعه كاع الحاجه اللي عندها القوقعه هي جيده. لان هذو كلهم دي شاردون هذو مصنفين عندنا حنا سيليمارين. هذو مصدر ديال السيليمارين. والسيليمارين هو يطهر الكبد. جيد. ماده السيليمارين بحال هذو الجاليه ديالنا اللي كيعيشوا في بعض الدول اللي عندهم سيليمارين على شكل سوليوشن يعني على شكل محلول. كاين الزجاجات عامرين بريزامبول عامرين بهذا فيهم هذا يتناولوا ياخذوا شي وحده ولا اثنين في النهار. جيد. هذه ماده السيليمارين. احنا عندنا في المغرب الخرشوف ناس ياخذوا الخرشوف. المغرب العربي كله بلاد الخرشوف يعني تونس والجزائر والمغرب عندهم خرشوف ياخذوا جدر ديال الخرشوف. الا كان الخرشوف بلدي يكون احسن. علاش؟ لان فيه سيليمارين مركز
خمسة الأضعاف إذا كان خرج في العادي جيد لأن فيه تواصيل مارين الجدر ديالو الراس ديالو يعني العلاج بسيط ورخيص ماشي علاج أنا ما كنقولش عليه الوقاية نعم هذا نمط كيخلي الشخص يعيش بسلام علاج نعم إلى أخذنا بأن الشخص ما غداش يظهر عليه أعراض جيد ما غداش تبان عنده سيروزيس ما يبان ما يعملش سرطان الكبد هذا الشيء كله غير ما يعملش سرطان الكبد الناس في المدينة عندهم الكبد ديالهم متسمم بالمضافات الغذائية بالمبيدات بالقلي بالشي بالبيروكسيدات بالألمنيوم بالتيفلون بالبلاستيك بالمسائل كلها بالميلانويدات بالمسائل هذه اللي كانت النيترات السلفات البي اش ال بي اش تي الملونات المحافظات البنزوات السوربات هذه كلها أشياء الآن تتسمم الكبد فإذا تراكمت مثلا السموم على شكل 30-40 سم في اليوم بتركيز طبعا كما كان هذا التركيز هذا فالكبد ينهك فهذا معنى هذا الكبد غادي يعمل ميلتين دولار ما فيهاش غادي في الأخير غادي يعمل سرطان الكبد هذه كنركزوا الناس لأن كانت النظام الحياة نظام العيش اللايف ستايل كان ديالهم جيد فلأن أنا ركزت على الكبد إذا كان الكبد حالته التسممية مرتفعة الشخص يعمل سرطان إذا كان الكبد يعني منفس شوية عنده بالنظام الطبيعي وما فيش سموم متراكمة ليس هناك أي مشكل هذا ثم غادي نزيد واحد القضية مهمة أن بدأت واحد الفلوري ثيرابي شنو الفلوري ثيرابي والعلاج بالأزهار النوارات ديال النبات ولكن غير اللي يعودوا الناس يسمعوا بهذه الطريقة ولا يلقاو بعض الأشياء ولا يقولوا للناس هذه تصلح لهذه ولا ما تصلح هذه فهنا غادي طبعا نوضحوا ونصحوا المفاهيم دائما تصحيح المفاهيم هو مهم تصحيح المفاهيم لأن أخطاء اللي أدت بالناس للقبور نعم فعلا ممنوع الأعشاب الناس اللي عندهم التهاب الكبد السي والبي منعا كليا جميع الأعشاب بما في ذلك البهارات البزار والمسائل الأخرى البزار على الخصوص الإبزار ممنوع الإبزار على الناس اللي عندهم التهاب الكبد البي الإبزار الأسود والأبيض ممنوع كليا البيبر هذا والكركم مسموح به الكركم لا يسمم الكبد الكركم القزبر حبوب الكمون مسموح بهم ليش القرفة ممنوعة القرفة مسمومة هي والإبزار هذو من البهارات اللي دخلتها هي فذو هذه ممنوعة مسموح والكركم والكمون الكركم والكمون والقزبر حبوب يعني الكوريندر سيدز أشياء هذو لا لا زعتر ولا خزامة زعتر ممنوع على الكبد البيوسي ممنوع الأعشاب على الكبد البيوسي ممنوع منعا كليا ممنوع الأعشاب على الكبد البيوسي هي الأعشاب تسمم الكبد إذا الكبد هو نيت يعني مريض منخور بالفيروس لزيد الأعشاب غادي يكون مشكلة هنا كاين ناس ما عندهمش التهاب الكبد البيوسي ما عندهمش والما يتناولوا أعشاب ترانزامينات يطلعوا اللي هذا اللي كنسموه ماشي فيرال ماشي يعني واحد مرض الكبد الغير فيروسي هو كيعطيته هو ترانزامينات كيطلعوا كاين حالات في المغرب اللي عندهم ترانزامينات طالعين وما عندهمش الفيروس لا بي ولا سي هذو كاينين حالات هذو تسمم اما تسمم كيماوي اما تسمم الأعشاب والغريب ان هاد الاشخاص كيمشيو عند الاعشاب وكيعطيهم اعشاب والاعشاب كتزيد في الحاله ديال هاد المصائب هادي الاشياء اللي تكلمنا عليها هي ليست اعشابيه خضر هي نمط العيش بحال الخرشوف الخرشوف كيدخل في الاكل اشياء طازجه كاينين عليه الناس سمعوا بهاد القضيه ديال رادي هذا الفجل لانه هذا الفراغ ماشي غير الفجل راه جميع الخضر طازجه والفواكه هي جايو حتى الخضر مطهيه وبزيت الزيتون زيت الزيتون هو الزيت الوحيد المسموح به التهاب الكبد بيوسي زيوت اخرى ممنوعه الامريكان الريفاوند وايل ان هيدروجين وايلز هذه ممنوعه تماما في الاذى فالادويه يعني اللي يحاولوا الناس يقول الطبيب ديالو بانه راه عنده التهاب الكبد بيوسي باش يوصف لي اما عوض ثلاثه الادويه دواء اما دواء يكون حاله ديالو غير خطيره على الكبد اذا كان الشخص عنده التهاب الكبد الفيروسي هذا اتش سي بي ولا الاتش بي الاتش سي في ولا الاتش بي في وما عارفش بان عنده وكان كيشرب الخمر هذا الشخص 101% عنده غادي يمشي سيروزيس ماشي سيروزيس غادي يمشي للميلتينو دولار والحالات اللي مع هذا بعض الاصدقاء الحالات اللي شلنا واصلين للميلتينو دولار لقينا اكثر من 70% انهم كانوا كيشربوا الخمر إلا تزاد الألكول لاش لأن الكحول معروف إيباتوتوكسيك معروف أنه سام للكبد كاين أشياء سامة للأعضاء الأخرى مثل البنكرياس والطحال ولكن هذا الكحول هو سام للكبد يسمم الكبد علاش لأن في كلية الطب الأساتذة ملي كيقرروا الأطباء كيقرروهم لفونكسيون توكسيك شنو هما هاد التوكسيك فانكشنز هما الألديهيد الألديهيد سي اتش او وهما السيتون سي او
هما سي ان او اميد هذه لا فونكسيون اميد هما سي او اتش هما الكحول هذه الكيميكال جروبمنتس هذه توكسيك هذه اللي معروفه في الكليات اللي كيقراوها الاطباء الالديهايدات والكيتونات والاميدات واللي والكحول هذه مواد سامه للجسم سامه للكبد اولا تسمم الكبد ولذلك علاش السكر الان هذا الباحثين كيحذروا منه لان فيه فونكسيون الديهيديك سودو الديهيديك فونكسيون سودو سيتونيك وهذو الالديهيدات اللي كاينين في هذا ومن اللي كيتخلط الجسم اللي كيهضم هذاك كتبقى هذيك الجروبمون كيبقى هذاك هذاك الجزء ديال السكر اللي فيه الالديهيد كيبقى على شكل سام كيبقى مكون سام هذه ولذلك هذه الاشياء هذه اللي علاش تكلمت على هذه المواد الطازجه وعلى النظام النباتي وعلى المواد الجيده وزيت الزيتون والطبخ في المنزل والطبخ في النحاس الا الناس طبخوا في النحاس يكون احسن الالومنيوم ممنوع على اصحاب الكبد بيوسي النحاس والطيفلون هذا الالومنيوم والطيفلون والبلاستيك لانهم كيسموا الكبد لان الالومنيوم كيسمم الكبد كيسمم حتى الكليه فمن الاحسن يكون طبخ في اواني جيده ويكون طبخ عريق مغربي جيد يكونوا منتوجات طبيعيه يكون فيها كل شيء الا اللحوم وما فيهاش الزيوت المصنعه وما فيهاش المارغرينات وما فيهاش المواد التي تحتوي على هذه الاشياء فان شاء الله لا اظن انه يكون هناك مشكل الاشياء اللي من الاحسن يبعدوا منها هي الباذنجانيات نعم باذنجانيات اللي هما الفلفله والدنجال والمطيشه والبطاطا الروميه كنسموهم في المغرب البطاطا الروميه البطاطيس هاد الربعات الخضار هادو الباذنجانيات معروفين نايتشيدز هادو الناس اللي كيعانيوا مثلا من هاد الوباء نعم ولكن الناس العاديه كيفاش انها تصفي مرمر تصفي الكبد ديالها نعم خاص كل شيء يصفي الكبد ديالو نعم كل الناس خاصهم يصفي وهذا النظام هذا جيد حتى الناس اللي اللي باغيين يعملوا واحد الكلينس وباغيين يغسلوا الجسم ديالهم يخرجوا من يعني بصحه جيده ما كاينش مسكين يعني القطاني هذه القطاني والحبوب والخبز والشعير وزيت الزيتون وحتى الفواكه الجافة لا تسبب أي خطر اللوز والقرقع والمسائل لا تسبب أي خطر جي. المشكل فين كاين هو في الحلويات والمقليات خصوص المقليات كاين في الزيوت علاش لأن الزيوت المصنعة فيها ترانس فاتي هذه ترانس فاتي أسيد يعني في هذاك الرابط ترانس هو رابط ماشي سرطاني عليه ماشي غير ماشي غير سام للكبد ثم المشكل ديال اللحوم هي فيها الحديد وفيها الدسيم مشبع وفيها كوليسترول هذه تؤرق الكبد يعني ماشي تعبو كتمحن الكبد هذه القضية ديال اللحوم جميع اللحوم باش ما نبقاوش عاوتاني نلعبوا على الكونفيوجن باش المستهلك ما يعرفش اش يدير جميع اللحوم الدجاج والبيبي والغنمي والبقري والمعزي والقنيه والمسائل جميع اللحوم ياكلوا سمك ممكن قطاني ممكن خبز زيت الزيتون كشين المعلين خضر فواكه الرز جميع المسائل كلها جيده ان شاء الله ما نظنش يكون مشكل ولذلك حاليا الحمد لله احنا بعد تجرأنا علي نجرأنا نوصلوا العلوم للناس لان العلم العلم خصو يكون عنده جرأه علي لان الان ملي هذه المحاضرات كترجم ما تنساش بان هذا نخل ورمان راه ترجم للفرنسيه والانجليزيه والالمانيه والجاليه ديالنا ولو كيترجموا الناس ديالهم لاتما وان الحمد لله ان يصيب ذكي يوصلنا واحد الصدى طيب